أديك مثال صغير، البث التلفزيوني فكرته إيه؟ في كاميرات دلوقتي بتصورنا، صح؟ إحنا قاعدين والكاميرا بتصور، الصورة بتاعتنا بتخش في الكاميرا، تطلع في السلك موجات كهرومغناطيسية تروح لريكوردر يسجل على التيب، عشان يذيعوه للناس يودوه محطة الإذاعة البث التلفزيوني، يحطوه على ريكوردر، ياخد الموجات الكهرومغناطيسية يمشيها في سلك، تطلع على أنتنة كبيرة، الأنتنة اللي هو الإريال اللي احنا نحطه في البيت، بس في الإذاعة يبقى أنتنة كبيرة قوي ضخمة، تنشر في الجو كله هذه الموجات الكهرومغناطيسية. عشان أرجع الموجات دي لصورة، أنا محتاج لأنتنة أحطها في البيت، تاخد من الجو كل الموجات دي تنزلها في سلك، ولما تمشي في السلك عايز جهاز استقبال بنسميه تلفزيون، يحول الموجات الكهرومغناطيسية اللي ما تتشافش لصورة بتاع حضرتك وحضرتي، الناس تشوفنا. الأوضة دي كلها اللي احنا قاعدين فيها مليانة كل القنوات، قنوات أرضية وقنوات فضائية، وعجب عينك كل ما تقلبي في التلفزيون يجيب لي قناة الموجات الكهرومغناطيسية مالية الهواء. عشان أحول الموجات دي الغير مرئية تبقى مرئية، أنا محتاج تلفزيون وأنتنة، الأنتنة تجيب الموجات دي وتدخلها بجهاز عندي بالمفتاح، بحول من قناة واحد لقناة اتنين قناة تلاتة، هي اللي تظبط لي بقى مين من الموجات الكهرومغناطيسية يظهر على الشاشة. كم تلفزيون حضرتك يتحط في الأوضة دي عشان يخلص الموجات الكهرومغناطيسية اللي في الأوضة؟ 10 أكتر، 20 كتير. على قد القنوات في عندي 20 قناة فضائية، يبقى عايز 20 تلفزيون، ينفع؟ لا. لو جبت مليون، لو جبت عدد لا نهائي من التلفزيونات، كل ما تفتح تلفزيون على ذات القناة يطلع لك نفس الإرسال، يبقى عمر ما الإلكترونات دي بتخلص من الجو مهما جبتي عدد من التلفزيونات دي اللي بتعرضك، وكل ما نشتري تلفزيون نحطه ونفتح على نفس القناة يديني نفس الشخص، وتجيبي تلفزيون تاني يديك نفس الشخص. هو ده الله اللي موجود في الكون اللي أنا ما شوفوش، عشان أشوفه احتاج إلى جهاز الاستقبال من القديسة العذراء مريم عشان يبان في جسد أشوفه. ولو فرضا حصل ان عرفت اجيب جسد تاني من القديسة العذراء زي ده، هيطلع يسوع برضه، ويطلع يسوع برضه، ويطلع يسوع برضه. فده الله المرئي، لكن ما زالت الالكترونات موجودة، مهما فتحت تلفزيونات تطلع هيدن الالكترونات موجودة في الجو. شكرا. فاذا كان المسيح او الله ظهر في المسيح، مش معناه ان الله انتهى من الكون. نتنقل لسؤال تاني واضحة جدا وأسلوب لا واضحة، والمشاهدين أكيد هيردوا علينا ويقولوا لنا أنها واضحة يعني. طب إحنا ظلمنا اليهود واتهمناهم ظلما وزورا، هتقولي إزاي وليه؟ هقولك إذا ربنا أساسا رسم خطة الخلاص للإنسان عن طريق التجسد في شخص يسوع المسيح والصلب حتى يكفر عنا، طب دلوقتي إحنا ليه بنظلم اليهود لأنهم صلبوا المسيح؟ ما هو كان كده كده الله تجسد في صورة المسيح عشان يقدم هذا العمل الكفاري على الصليب، يبقى ليه إحنا بنظلم اليهود؟ بنظلمهم إزاي؟ أنت قصدك إن هم اللي صلبوا المسيح، أنت قصدك تقولي إنهم تمموا مشيئة ربنا، فالناس اللي تممت مشيئة ربنا نقول هي اللي عملت ليه؟ أنت عايز تقولي كده؟ يعني عايز أقول إحنا ظلمناهم إذا كان ده في خطة الله من الأول. ده كلام مظبوط، لو كان اليهود فعلا عارفين إن خطة ربنا إن المسيح يتصلب فهم بيكملوا خطة ربنا. هل اليهود كانوا عارفين خطة ربنا إن المسيح يصلب؟ مين يعرف مشيئة ربنا من البشر؟ مفيش حد. هم ليه صلبوه؟ صلبوه عشان بيدعي الألوهية، بيقولوا لنرجمك مش من أجل عمل حسن لكن من أجل وأنك أنت إنسان تجعل نفسك إله، يبقى مش بيقولوا هو أصل الحقيقة إحنا عارفين ربنا عايز يصلبك فإحنا هنساعد ربنا ونحقق مشيئته. ما كانش بيحقق المشيئة، لكن المشكلة إيه؟ في كل عصر وفي كل زمن
الناس الأشرار ما بيحبوش الناس الطيبين الحلوين. تخيلي مجتمع حكومي أو وظيفي فيه 10 تنفار موظفين في قلب مكتب، 9 أشرار وأبلسة وبيرتشوا وبيزوروا وبيسرقوا وكل، والواحد مؤدب ومحترم ما بيعملش الحاجات دي، تفتكر هيحبوه؟ ده بيقعدوا قرفانين منه ويبتدي يدبروا المكايد ان الراجل ده يمشي يمشي، لانه عمال يقول لنا يا جماعه ما تسرقوش، يا جماعه حرام ما تزوروش، يا جماعه دي غلط، الله تقرفنا ليه في عيشتنا، ما تمشي وتغور. فيديروا له المكايد ويدبروا ليه المكايد عشان ده يمشي من هنا. المسيح جه نور العالم زي ما بيقول يوحنا، ويقول انه احب الناس الظلمه اكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. فأي عصر وأي زمن الناس أعمالهم شريرة، أي حد هيجي مبارك وقدوس ويفضح أعمالهم هيبقى مكروه. فهم صلبوا الحق، صلبوا القداسة، صلبوا المحبة، عشان هم متضايقين من النور. العين اللي تعبانة ما تقدرش تفتح في النور، دي دايما تبربش لأنها تعبانة. فالمسيح جه نور بين كل الظلمة اللي هم فيه، لا ابعد عننا وامشي مش عايزينك، فهنموتك. مش عشان نحقق قصد الله، لانه ما يعرفوش قصد الله، لا ده كان لان اعمالهم شريرة عملوا كده. فاحنا مش ظلمناهم، لكن ربنا استخدم الشر بتاعهم انه يصنع منه خير. زي يوسف لما قال انتم قصدتم بي شر والرب قصد به بهذا الشر خير. فالله يستخدم غباوتي لمصلحة واحد تاني أو لتحقيق إرادته ومشيئته. فهو بيركب الوحش مع الحلو، ونقول كده كل الأشياء تعمل معا للخير. لو تيجي على حتة حديدة وترميها في البحر تغطس، تيجي حتة خشبة ترميها في البحر تعوم. هات الخشبة مع الحديدة لو عملتها بشكل قارب تعوم، فيبقى خد الحديد اللي بيغطس مع الخشبة اللي بتعوم، عملها بطريقة معينة عامت. فهو يستخدم شري ويستخدم خيرك عشان يحقق مشيئته الصالحة المرضية الكاملة. فإحنا ما ظلمناش اليهود، ده هم أشرار ومحبوش النور، فظلموا الطهارة والقداسة، لأن كان طول النهار المسيح بيوبخهم على أعمالهم. رأيك. بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وهقرفنا بقى، طب ما تسيب ما قلب موائد الصيارفة وبعت الحمام، ما تسيبنا ناكل عيش يا عم، والسوق ماشي حلو والدنيا الأشياء معدن زي ما بيقولوا، هتبوظ علينا شغلنا ليه؟ التجارة حلوة وبنكسب. فعشان وبخ أعمالهم قالوا نشيله من وشنا بقى. لكن ما كانش في ذهنهم ان هم بيحققوا مشيئه واراده الله الاب، ما يعرفوش مشيئه الله. بنشكرك جدا يا دكتور، والحقيقه كل حلقه بنقدمها وبنطرح فيها اسئله بيفجر اسئله جديده، نتمنى انها تتغطى وحضرتك تتعب معانا شويه في الحلقات الجايه ونكمل مع بعض اسئلتنا واسئله المشاهدين كمان. شكرا ليك يا دكتور جدا. احبائي المشاهدين، انا بشكركم جدا لتواجدكم معانا مع الحلقه الرائعه دي، وحابة برضو زي كل حلقة أن أنا أسيب بين إيديكم وفي أذهانكم آية رائعة جدا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. نشكر الله من أجل محبته المعلنة لينا، وبذلوا ابنه لكل العالم بالطريقة دي اللي الرب سمح بيها أنه يتم خلاص للبشرية. نشكركم أحبائي، ولينا لقاء متجدد في الحلقة القادمة. وإحنا كنا فاهمين غلط، أنا فهمت المسيحية ديانة غصب وديانة فرض، أنا الله اعبدوني، يبقى ده إجبار ليهم يأمنوا بي. المسيح ما اتصلبش، لأن اللي اتصلب بدل المسيح هو يهوذا. احنا متوقعين ان هو ده المسيح وعايشين على كده ومصدقين ان هو الله اللي ظهر في الجسد، بس ليه ربنا يعمل كده؟ يبقى ربنا ظالم، ما حصلش في التاريخ ان واحد يموت ويقوم بعد 3 ايام. موت واحد بريء
عشان ينقذ النبي بتاعه، فحط شكله على شكل واحد تاني عشان يصلب ده. وبعدين ليه من أصله صليب؟ هو الخائن الوحش مش عارف. والمسيح قال له لا عيب عليه، راح هو موت نفسه. قال له يعني أنت ملك؟ قال له أيوه. وقعوا كلهم على الأرض وعارفين هو ده اللي على الصليب صح. والراجل فيكم يجي يقرب، هو الخائن الوحش فيبقى لازم نصلبه. خاين أصلبه لوحده، جزاؤه يصلب من أجل خيانته. هو عارف طبيعتنا، مش ممكن نتلخبط فيه. أنا بريء من دم هذا البار.